السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كرام النجار من اسكندرية. طبعا في ناس تيجي تسألني انت قاعد في وسط الدبان ده، اسمها ذبابة الجندي الأسود. احنا بنربيها لإنتاج البروتين. طبعا في ناس مربية الأسماك والدواجن والسمان والنعام. أغلى حاجة في التربية تكوين العلف، وأغلى حاجة في تكوين العلف البروتين. احنا النهارده بننتج من الذباب ده بروتين عالي الجوده، هو ده اللي احنا بناكله للاسماك. يرقه بروتينها 44 حشري، بروتينها عالي جدا. طبعا فايدته في للدواجن والسمك، اي حاجه حيه اللي هي بتكتر بتقلل دوره، اذا كان 45 يوم بتبقى قليله، وبتكتر اللحم فوقت قليل، وكمان طعم اللحم في السمك والدواجن بيبقى طعمه جميل جدا. يعني انا في ناس بتيجي تاخد مني من السعوديه، من الامارات، من الكويت، من مصر، بتبيع شغلها اورجانيك. يعني اورجانيك يعني رجعنا للطبيعه. طبعا انا قاعد في جوه المزرعه، مزرعه صغيره مش كبيره، 2 في 3 صغيره جدا. تمام، انا مش مضطر ان انا اخش جوه، بس انا داخل جوه عشان اوريكم. وطبعا تغذيه اليرقات دي بتبقى ليها غرفه معينه بره الذباب. وطبعا الذباب ده احنا بنعمل له بيئه بيبيد في وسط الفروقات الخشب. تمام، وتحت هنا تفاح وموز. فالتربيه سهله، فهمت الشغلانه خلاص، اكنك انت عامل مزرعه كبيره بتربي فول صويا. طبعا فول صويا دوت نباتي، البروتين بتاعه مش هتساوي 1 كالوري زي البروتين الحشري. الحشري اعلى وامن، والحشره دي تكاثر كتيره جدا اشتغلوا عليها، قال لك امنه للدواجن والاسماك، مركزات اعلاف بشكل خاص. وكمان في حاجه لما بياكلوا الحاجه ديت، اليرقات دي بتاكل بواقي الخضار، بتطلع من بواقي الخضار ديت بعد ما ياكلوها ويهدموها، بيطلع منهم حاجه اسمها فراس. الفراس ده سماد عدوي غني جدا للتربه. يعني انت فت التربه، فت الدواجن اللي انت بتربيها او السمك، فبالتالي الافاده دي هترجع على البشر.